8 يلتر يد زبح في حومة صغيرة. مال تعرض الزبل غير في حومة صغيرة. هذا نوع ديال الطرويات اللي ما كتحسش بالزبل كاع ولا بالريحه ديالو والو. يعني تقول واحد الريحه ولا تقول شي زبله ولا شي حاجه تيجي الكميه وتيهز داكشي اللي كاين في الداخل بحال شي بير، او كتبقى دائما نقيه. كما تلاحظوا معايا المسافة التي تفصل ما بين حاويات القمامة والأخرى يعني قريبة، كل 60-80 متر تلقاو الطريوة ديالها. هاي راه الفرع.
هاي حاويات الأزبال الأخرى على بعد قصير جدا من الأخرى. Thank you.